أنا ما دخلنا. أبو سليم معك مصاري؟ الداش يعني ألف ألفين داش بديك؟ ولا وسو ألف ألفين مليون مليونين. أنا معي مليون مليونين منين يا شحورة؟ وعلى كل اللي شو بدك المبلغ؟ في عندي شقة بدي بيعي. أنت عندك شقة وحق مليونين؟ لأ إيه عندي شقة اللي أنا ساكن فيها. ليش الشقة اللي ساكن فيها هيدي إليك؟ معلوم لألي. ولك هيدي مشقة الدكتور فؤاد سلمك ياه حتى تدير بالك عليه غياب وقت اللي بيكون هو غايب. هلا الدكتور فؤاد بعد يلزع على هالبلد، واذا ما رجع يعني بتلمعله الشقة. لك يا ابو سليم ما بدي بيع يعني بيع، بدي بيع خلوه. كيف يعني؟ يعني واحد بيقعد فيها وبس يلزع الدكتور فؤاد بعد عمر طويل بيعطيها. وبركي ما عطاياها بعد عمر طويل، ساعتها بيستفل منه لقلو. يا فهمين، لا إذا كان بدك تترك الشقة بتبعت خبر للدكتور فؤاد وبتشرح له إنه أنت بدك تترك الشقة يجي هو يستلمها. ولك مين قال لك بدي أترك الشقة؟ أنا بدي بيع خلوه الشقة. إيه تعال اسمعوا يا أمة الله، قال بده بيع خلوه الشقة والشقة ما نقلها. لك يا أبو سليم لا تمستغلب، مليون كل واحد له دلزة يعني قاعد فيه قاعد بشقة قاعد بشغلة وما فيها شيء إذا طلع وبقى لغيله. كيف يعني ما عم بفهم؟ ومين طلع على القرار دخلك؟ ما حدا، ضلوا يطلع القرار لحنا مطلعينه. يا شحار هالمهجر شو صارت الناس عم تتاجر باسمه؟ ايه ما الحق عليك، الحق علي أنا اللي فتحتك بهالموضوع. شوف يا فهمين، إذا كان سمعت مرة تانية إنك بدك تبيع الشقة أو تعطيها لحدا، أنا بدي أبعت خبر للدكتور فؤاد وإحكي له على كل القصة. بتحكي له ما بتحكي له أنا ما دخلني. ايه اربع غلاف وصالون كبير وغلفة صلاة. كم حمام فيه؟ حمامان فلانزي وحمام علبي. عال بتتأجر معنا غرف مفروشي عز الطليب. هلأ صار الجد، اديش بدنا ندفع؟ شوف يا حبيبي، دفعوا لي مليونين ونص. لا كتير، انا بدفع لك مليون ونص. سو مالي نيب، انا ما قلت هيك، بتعرف اسا بدي افرش دخوت وكومندينات وبدنا صالون. طيب ليش ما بكرين يا الصالون؟ بعنا لازلنا الحلاء. زمة قديش اخدوا؟ ب$300. انا بدفع لك $350. مبلوك. ما عم تقول بعته للحلاء؟ يا سيدي الف قلبي ولا غلبي، بس لك اللي صلت واحدة ما بيبقى بالبيت هذا طعم الكنبين. لا اطمن، هذا بدي اخده على بيتي بالضيعة. هيك معقولة؟ شو قلت هلا؟ مليون ونص. يا سيدي شوف، مليون ونص ما لح بيع، بعدين دفعوا لي مليونين. يا سيدي نقسم الفلق بيني وبينك بمليونين. طيب ما رح نختلف. اوعى يا جميل، ها هذا فهمين عم بيغشك. ها كيف عم يغشني؟ لك صالحك يا ابو طليب. انت اسكت خليني انا احكي. هذا البيت منو لفهمين يا جميل. بعرف، وصاحبه الدكتور فؤاد وحاطط فيه فهمين بالأمانة كمان. بعرف. تعرف كل شيء وبدك تشتريه، ولك عم تورطوا الرجال انت وياه وتبيعوه تشتروه وهو بعده طيب. نحن اللي عم نتعذب، خليه هو عم يطلع مصاري برا، بكرة بس تروح الأحوال ويصير في دولة يبقى يتشك علينا وياخد بيته. أش لك شو الدنيا فيلتة؟ ليش ما مع خبر إنه فيلتة؟ بلا بعرف إنه الدنيا فيلتة، بس ما على علمي فيلتة كل هالقد. فيلتة هالقد وأكتر. يا عمي أنا بحلم ولا بعلم؟ أبو سليم لو حصلك أحصلك. ها ما حروح على شغلة، أنا بدي روح أتشكل المخفر وفهمهم على كل شيء عم يجرى. مسكين. ماش بشي هالغرفة عجبتني. ده أجارة بالشهر؟ وحدك بدك تسكني فيها؟ لا انا وزميلتي، نحن بندرس بالجامعة. يعني الاجار بتتقسموا سوا؟ يعني كل وحدة $200 بالشهر. اوف كتير.
ولا ببلاد برا اشار للتاني دار. لا لا نحنا بنفكر $100 بالشهر منيح. بس ما تقولي لحدا من المستأجرين التانيين، مأجرين الغرفة نحنا ب300 وغرفة ب350. إلك علي ما شي بصير لحدا. اسمحينا بقشة الشهر سلف. بتنتظر لروح شي من زميلتي؟ بستنيكي للظهر بس، لأنه بصراحة في ناس حاكين فيها. ساعة واحدة بكون عندك بالضبط. مرحبا يا سيد جميل، شو قال فاتح اوتيل هان؟ لا بنسيون. ما رح تتهنى فيه. هو شو عرفك؟ لأنه الدكتور فؤاد شرف. هو معي خبر، معي خبر أنك أنت بعثت له خبر واتصل فيني وعم تجري بيناتنا مفاوضات. مفاوضات على شو؟ أولا بعد سنة بسلمه البيت ليكون خلصت من الأجارات، وثانيا بده يدفع لي 4 مليون ليرة. لشو بدك تدفع له يدفع لك؟ بدك تبيعه البيت لحتى يدفع لك هو 4 مليون ليرة؟ 4 مليون حق الشقة، ولك الشقة هيدي بتسوى 50-60 مليون ليرة. واذا كان شو انت شريكه فيها للشقة؟ لا انا قاعد، وليصير في دولة وينظروا بامر كل المهجرين ساعتها بفرجها الله. ولك رجال عنده بيت وانت اخذ له اياه وهو بده يسكن بالاوتيل؟ ليش ليسكن بالاوتيل؟ انا بعطيه غرفة ارخص من الاوتيل. يا امة الله هذا ما بيصير يا عمة، بيستأجر بيته الرجال. هلا بيته ما بيته انا ما دخلني. شون بين فهمان قاعد لوحده حردان؟ لكني يا ابو طليم زعلان. ليش زعلان بقى؟ على بنيت الدكتور فؤاد. ضميرك انبك ما هيك؟ استيل يا ابو طليم. ما الحق عليك؟ كل شي قلت لك ما سمعت منك. زميل طلب منه 4 مليون ليرة خلوه. شفت الناس مسكين عم ينام بالاوتيل وبيته عاملين له اياه اوتيل. ما هذا اللي حالق لي قلبي، بالسهل عم يطلع 500,000 ليرة اظل. هلا فهمني، على مين قلبك محروق؟ على الدكتور فؤاد ولا على حالك؟ على حالي. ولك كيف على حالك؟ ما زعلان لانك بعت البيت لجميل؟ لك لا انا زعلان لاني ما طولت بالي، كنت اخذت 4 مليون وسلمت البيت تاني يوم. وين كنت بتروح تاني يوم؟ كنت بستلي بيت بخلو اصغر منه بمليونين وبلبح مليونين. ايش؟ وعمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا، عمر لي شي اوضه ودار بتعمر دنيتنا يابا. قدم لكم صوت الشعب. انا ما دخلني. تمسي ابو سليم فهمان جميل ونعمه. اعداد صلاح تيزاني. اخراج نزيه نصولي.